هنا نريد أن نعرف إذا الأرض كروية. نعود للأرض الكروية. طيب سنبقى هكذا نأخذ والأرض بساطا سطحناها؟ أين سطحناها؟ لا يوجد سطحناها في القرآن، في القرآن لا يوجد سطحناها أيها الأحبة. سطحت، وهذا برنامج إحصاء القرآن هنا أيها الأحبة. الله تعالى أفلا ينظرون، نكتب كلمة سطح، ذكرت مرة واحدة أيها الأحبة، دققوا معي. الله تعالى يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تمام؟ طيب، وإلى السماء كيف رفعت. أولا خلق الإبل فيه إعجاز مذهل، الإبل لديه أقوى نظام مناعة بين الكائنات، كرات الدم البيضاء لديه والأجسام المناعية في الدم لها شكل يختلف عن بقية الكائنات، إذن الجمل له إعجاز خاص، يمكن أن نخصص له حلقة إن شاء الله. إذن قال لنا القرآن انظروا إلى هذا الإعجاز. وإلى السماء كيف رفعت، تحدثنا الآن عن أعمدة الجاذبية وهي إعجاز أيضا. وإلى الجبال كيف نصبت، كيف تشكلت الجبال. حتى الآن أقول لكم أيها الأحبة العلماء يتخبطون، لا يعرفون كيف تشكلت الجبال حقيقة. هناك نظريات تقول بأن الألواح الأرضية اصطدمت ببعضها وشكلت هذه شكلت الجبال. هنا أيها الأحبة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. أيضا آلية تشكل الجبال فيها إعجاز. الآن هنا وإلى الأرض كيف سطحت. طب لو كانت الأرض مسطحة أين الإعجاز، أين الإعجاز في ذلك؟ الإعجاز أن الأرض على الرغم من أنها كروية تراها مسطحة. طب كيف سطحت؟ أي أن هذا الشكل الكروي عندما حدد الله قطر الأرض بحدود 13 ألف كيلومتر إلا قليلا، هذا القطر قياسا لطول الإنسان الذي هو مترين تقريبا أو أقل مناسب لحركة الإنسان وحياته، ليرى هذه الأرض ممهدة أمامه ومسطحة أمامه، مع العلم أن الآية أو كلمة سطحت لا كلمة سطح لا تشير إلى الشكل. نحن لدينا خطأ لغوي، كلمة سطح حتى عندما نقول الأرض المسطحة مسطحة يعني لها سطح، هاي معناها فقط. أما هذا السطح ما هو نوعه؟ هل هو كروي؟ هل هو مثلث؟ هل هو مسدس؟ هل هو مكعب؟ هل هو مستوي؟ في علم الهندسة لدينا السطوح لها أنواع. أول نوع أيها الأحبة هو النوع المستوي، هذا مثلا مستوي، سطح مستوي. هذا سطح مثلا منحني، هذا هنا الكأس منحني، هذا أيضا منحني. هناك شكل كروي، كرة شكل كروي، سطح كروي. إذن كلمة سطحت لا تشير إلى نوع السطح ولا إلى شكل السطح، تشير إلى أن هذا السطح نراه ممهدا أمامنا. هذه هي القصة فقط أيها الأحبة. وهذه الآية ليس لها علاقة بأن الأرض مستوية كما يقول البعض. طيب هنا ننقصها من أطرافها تدل على الأرض مسطحة، طيب ما علاقة أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قلنا في دراسة أيها الأحبة، وسأعرض عليكم هذه الدراسة، أن العلماء اكتشفوا حقيقة أن الأرض تنقص من جميع أطرافها، الأرض تنقص من جميع أطرافها أيها الأحبة. سأعرض لكم هذه
هذه الدراسة فقط بما أنه جاءت مناسبتها الآن. أنا وضعت هذه الدراسة قبل مدة على الموقع الإلكتروني، سميتها دلائل جديدة في هذا. طبعا الموقع موجود، موقع هنا دلائل جديدة في قوله تعالى ننقصها من أطرافها. هذه دراسة نشرت في عام 2012 تقول إن الأرض فقدت ربع مائها، نقصت. طيب، وهذه دراسة تقول إن الأرض تفقد جزءا من الغلاف الجوي الأكسجين، ونحن لا نعلم ما هو السبب. We don't know why. إذن الأكسجين يتناقص. إذن ننقصها من أطرافها. أين أطراف الأرض؟ الغلاف الجوي يعتبر من أطراف الأرض، القارات تعتبر من أطراف الأرض. هنا يقول الأرض تخسر 50,000 طن من كتلتها كل عام. دراسة علمية تقول إن الأرض تخسر من كتلتها 50,000 طن سنويا. دعوني فقط أظهر هنا، أظهر الصفحة كاملة. انظروا أحبتي، العلماء وجدوا أن الأرض تخسر سنويا 50,000 طن من كتلتها، وكتلة الأرض تقريبا تبلغ هذا الرقم هنا. إذا قلنا 12 تريليون، وهنا مليون، 5972 مليون تريليون طن، أو 5972 مليار طن. هذه كتلة الأرض تخسر بمعدل واحد، نسبة قليلة جدا، يعني 1 على 1,000 تريليون أو 1 على مليار مليار من وزن هذه الأرض كل سنة. إذن هي تتناقص، نسبة التناقص قليلة جدا، قليلة جدا أيها الأحبة، لا أدركها العلماء حديثا. الغلاف الجوي ينقص، حتى أطراف القارات تنقص. على فكرة أطراف القارات تتآكل. والدراسة الثانية هنا أيها الأحبة، هنا دراسة ثانية أيضا موجودة سنأتي بها من الموقع. الدراسة الثانية أيضا هنا وضعتها أنا على الموقع في قسم الإعجاز في الأرض هنا أيها الأحبة. هذه هي الدراسة هنا أيها الأحبة، اكتشاف تناقص أطراف الأرض. ووضعنا وقتها بعض الدراسات أن هناك قارات اختفت هنا في هذه المنطقة، هناك قارات اختفت بالكامل. هنا قارة اسمها زيلانديا، هذه القارة أطرافها هنا بالخط الأحمر، هذه كانت قارة كبيرة جدا هنا أيها الأحبة. هذه كانت هنا قارة كما نرى، لم يبقى منها إلا جزيرتان منهما نيوزيلندا. إذا من الاكتشافات الحديثة اكتشاف قارة جديدة تبلغ مساحتها 3/4 قارة أستراليا، وغمرتها المياه طبعا قبل ملايين السنين، لم يتبقى منها إلا جزيرتين منهما نيوزيلندا هنا. هاتان الجزيرتان اللتان تبقيتا هنا. هنا أيها الأحبة صورة أخرى طبعا يمكن أن نراها. إذن أطراف الأرض، هنا أطراف القارات تختفي، تغرق في المياه. إذن هناك تناقص مستمر في أطراف الأرض، أطراف الألواح الأرضية
وأطراف الغلاف الجوي، وبالتالي من أطرافها ننقصها من أطرافها. هذه الآية أيها الأحبة ليس لها علاقة بشكل الأرض، لا من قريب ولا من بعيد، ننقصها من أطرافها، يعني لا يعني أنها عبارة عن قرص دائري مستوي وتتآكل أطرافه، لا. إذن أحبتي في الله، يعني طبعا يعني إن شاء الله سنخصص كما قلنا حلقة أو أكثر عن هذا الموضوع. هنا الأخ الفاضل يقول: ظاهرة تعامد القمر فوق الكعبة على ماذا تدل؟ أنا أتوقع ظاهرة عادية، يعني أنا لم أقرأ عن هذا الموضوع، ولكن حسب النظام الكوني القمر يتعامد مع مناطق مختلفة، ولكن هل ثبت أن القمر يتعامد فقط مع الكعبة؟ هو في كل لحظة يمكن أن يتعامد مع، يعني إذا أخذنا نقطة أحبتي في الله بين مركز الأرض ومركز القمر، وصلنا بخط وهمي بينهما، سيكون هذا الخط القمر متعامدا مع هذه النقطة. يعني هذا الكلام أنا أتصور لا معنى له يعني، ولكن لم أطلع على هذا الموضوع الحقيقة أحبتي في الله. لا نريد أن نطيل عليكم، إن شاء الله سنتابع ونخصص حلقات طويلة لموضوع محدد نتأمل فيه مثل هذه المواضيع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.